أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد وجود مساعي جادة لإيجاد حلول مناسبة للضائقة المالية التي تعاني منها قناة الشروق الفضائية. وكانت قناة الشروق الفضائية تسلمت أمس المقر الجديد للقناة بمنطقة الصحافة. وأوضح المفوض العام لقناة الشروق الشفيع إبراهيم أنه بحث مع وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد اليوم آفاق تطوير محتوى البرامج خدمة لمهام المرحلة الانتقالية الرامية لتعزيز قيم الحرية والسلام والعدالة وإرساء قيم الديمقراطية من خلال فتح نافذة إعلامية تطل عبرها جميع ألوان الطيف السياسي السوداني الذين أسهموا في إسقاط النظام البائد. من جانبه ثمن المفوض العام لقناة الشروق الشفيع إبراهيم الدور الإيجابي للعاملين بقناة الشروق، وأشار إلى أن الاحتفال بالمقر الجديد يأتي ضمن جهود الإدارة لإيجاد مقر دائم للفضائية. بشكل الموجود ده وزي ما انتم هتشوفوه هسه او شايفينه هو مؤهل بانه يستوعب قناة الشروق بالكامل، وده بيمهد لاستقرار القناة لقدام، والقناة اللي متبنية خط الثورة السودانية، خط ثورة ديسمبر المجيدة. وبنفتكر انه هي دي هتكون في نقلة نوعية لقناة الشروق، وهنصحح الصورة الخاطئة في اذهان الناس. يعني ببساطة شديدة جدا الناس لغاية أصلا تفتكر انه الشروق دي الشروق هي يعني تابعة للمؤتمر الوطني بتاعت الأخوان المسلمين أو غيره. ده فهم سائد في أوساط كثيرة جدا من الشباب. حتى احنا لما مشينا عشان نصور ذكرى الاعتقال قربوا يعني يكسروا الفهم القديم بانه الشروق، احنا عايزين انه الشروق هي فعلا الحاضنة الحقيقية للثورة والمعبرة عن الشعب السوداني.